أهلا بكم. استشهد فلسطينيان خلال اشتباكات عقب التسلل قوة خاصة من جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة. وأعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي استشهاد أحد قادتها في كتيبة جنين وهو فاروق سلام من خلال العملية. وأكد بيان السرايا توجيه ضربات مباشرة للقوة الإسرائيلية التي توغلت في مخيم جنين من محاور عدة. من جانبها أوضحت وزارة الصحة أن الشهيد الثاني هو فتى يبلغ من العمر 14 عاما. وفي نابلس زار وفد من السلك الدبلوماسي العامل في فلسطين يضم سفراء وقناصل من الاتحاد الأوروبي وعدد من الدول بعد 23 يوما من الحصار الإسرائيلي المفروض على المدينة. وتوقف الوفد الدبلوماسي مع رئيس الوزراء الفلسطيني في بلدة حوارة جنوبية نابلس للاطلاع على أوضاعها مع استمرار هجمات المستوطنين. وتحدث أهالي البلدة للوفد عن عمليات الحرق وإطلاق النار والإرهاب الذي يمارسه المستوطنون ضد أهالي البلدة. ومن ثم تم التوجه إلى مدينة نابلس بالتزامن مع فك الاحتلال الحصار عنها بإزالة الحواجز المحيطة بالمدينة للتعبير عن تضامنهم مع الفلسطينيين الذين حاصرتهم قوات الاحتلال لمدة 23 يوما متواصلة. ومتابعة لآخر التطورات في الأراضي الفلسطينية ينضم لنا من رام الله مراسلنا فادي العصا. أهلا بك فادي. مصادر قالت إنه بفضل فيديو بث مباشرة من مخيم جنين للشهيد فاروق سلام الذي كان يحضر نفسه للاحتفال بزواجه يوم السبت القادم أي بعد يومين، تمكنت قوات الاحتلال من تحديد هذا المكان. ضعنا في تفاصيل ما جرى فادي. يحيى، ما حدث هو أن قوات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة مخيم جنين ومدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة في ساعات ظهر هذا اليوم. وكان هذا الشاب فاروق سلامة 28 عاما يجهز لعرسه بعد يومين، يعني كان هناك بعض الإجراءات في ملحمة قريبة من أجل تجهيز هذا العرس قبل أن يتفاجأ بقوات خاصة من قبل جيش الاحتلال تطلق الرصاص عليه بكثافة. حتى أن عندما نقل هذا الشاب إلى المستشفى قالت وزارة الصحة الفلسطينية أنه تعرض لطلقات نارية كثيرة في الصدر وفي البطن وكذلك في الرقبة، وأدى ذلك إلى استشهاده لدرجة أن الطواقم الطبية الفلسطينية لم تستطع أن تتعامل معه. على الأغلب أنه وصل المستشفى بحالة وفاة قبل أن يعلن عن استشهاده بشكل رسمي. حركة الجهاد الإسلامي قالت أن سلامة هو أحد عناصرها وهو من ضمن الأشخاص المسلحين الذين يقول جيش الاحتلال من المقاومين الذين نفذوا عمليات ضد جيش الاحتلال، ومتهم بقتل أحد ضباط جيش الاحتلال قبل فترة في أحد المناطق في شمال الضفة الغربية المحتلة. يبدو أن الاقتحام بالقوات الخاصة وانكشاف أمرها مع إطلاق النيران يحيى في هذا الموقع أدى إلى اشتباكات مسلحة، خاصة أنك تعرف أن منطقة مخيم جنين فيها العديد من المقاومين الفلسطينيين الذين اشتبكوا مع جيش الاحتلال. قوات كبيرة وتعزيزات عسكرية دفعها جيش الاحتلال من الحواجز العسكرية قبل أن تصل إلى منطقة مخيم جنين ومدينة جنين، ويتطلق صافرات الإنذار في داخل المخيم إذانا بأن هناك اقتحاما واسعا لجيش الاحتلال الإسرائيلي الذي حاصر منطقة أو حاصر منزلا في حي الهدف بمخيم جنين قبل أن يقوم بإطلاق الرصاص عليه وبعض القنابل، ويخرج الدخان من هذا المنزل ويعلن في وقت لاحق عن إصابة أحد الشبان، وتبين أنه حتى طفل يبلغ من العمر 14 عاما أعلن عن استشهاده لاحقا، وإصابة 4 أشخاص آخرين وصفت جراحهم بأنها طفيفة قبل انسحاب جيش الاحتلال مخلفا شهيدين و4 إصابات. وهذه المأساة الجديدة للفلسطينيين في جنين. يحيى، أشكرك جزيلا مراسلنا فادي العصا، كنت معنا من رام الله. وفي القدس المحتلة استشهد الشاب المقدسي عامر حسام بدر بعد تنفيذه عملية طعن في البلدة القديمة. وفي بلدة بدقو شمال غربي المدينة شيع الفلسطينيون جثمان الشهيد داود ريان الذي استشهد فجر اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، لتودع بذلك محافظة القدس 3 شهداء خلال 24 ساعة. الشهيد 3 في القدس خلال 24 ساعة، هذه المرة عند عتبات المسجد الأقصى.
عامر حسام بدر 20 عاماً الذي قامت شرطة الاحتلال بتصفيته بعد طعنه شرطياً أصابه بجروح متوسطة في ظهره. في لحظات تحولت القدس إلى ثكنة عسكرية وأغلقت بوابات المسجد الأقصى. رباح ميزر من أهالي البلدة القديمة يقول إن الاحتلال لا يحتاج ذريعة ليعاقب المقدسيين جماعياً. مدينة القدس حزينة جدا، مدينة القدس بدها مين يساعدها، مدينة القدس دائما فيها مشاكل من المستوطنين، فيها دائما مشاكل من الشرطة والجيش، عنصرية قائمة، واللي جاي أعظم بعد انتخابات الكنيسة. هذه الأوضاع الميدانية الملتهبة التي تشهدها الأراضي المحتلة بما فيها القدس، يتوقع الفلسطينيون أن تزيد حدتها أكثر، لا سيما مع وصول اليمين الإسرائيلي المتطرف إلى رأس الحكم. فذلك الحال كان في قلب القدس. أما في بيت دقو شمال غربي المدينة فشيع الفلسطينيون من وجه الاحتلال الرصاص إلى قلبه، داود ريان الذي استشهد فجرا بعد اقتحام القرية التي تشهد مواجهات منذ أن استشهد إمام مسجدها حباس ريان صباح الأربعاء. قدموا أنفسهم شهداء من أجل أن يثبتوا للعالم كله في هذا اليوم اللي مضى في ذكرى وعد بلفور أن هذا الشعب لن ينسى. ويزيد الاحتلال من إشعال فتيل الأوضاع بتصريحات نواب برلمانه المستقبليين كعضو الكنيسة الكهاني إيتمار بن غفير الذي يطالب بوزارة الأمن الداخلية لإفلات اليد عن الزناد أكثر وقتل الفلسطينيين وتهجيرهم أكثر. كريستين رناوي، العربي، القدس المحتلة.